الشرق. اول محطه عندنا في اقليم العريش هي محطه ديال لما تتميز به هذه الجامعه اهتمامات الوزاره، يعني اننا الان غادي نديروا ان شاء الله ميكفين كسلطه كجامعه كوكاله حضاريه. وبهذه المناسبه ما كنتش باش نشكر السيد العام السيد الكاتب العام الاقليم على الدعم المطلق ديالهما، ان كل ما حققنا من النجاحات هو كيرجع بفضل الدعم ديال السلطه على راس السيد العام والدعم ديال السيد الرئيس. احنا كما كتلاحظوا في الشعار ديال القافله جينا عندكم باش نوجدوا معكم الحلول وحلول المشاكل ديالكم. كل كيعرف ان المقاربه ديال العالم القروي راه ماشي المقاربه ديال المدينه، كاين اختلافات كبيره وما يمكنناش نطبقوا نفس المعايير نفس القوانين على هاد المجالين جوج، ما يمكنش، لان العالم القروي عنده خصوصيات ديالو. واكثر من ذلك الخصوصيات كتختلف من منطقه لمنطقه، يعني حتى القوانين خاصها تكون على حسب كل منطقه وعلى حسب الساكنه وعلى حسب طريقه الحياه. الهدف شنو هو؟ نرقاو نحسنوا الوضعيه ديال العالم القروي، نهيئوا له جميع التجهيزات وجميع الامكانيات باش يمكن له الساكنه تكون في واحد الاطار، اطار اللي يكون مشرف واطار اللي كيتمنى لاي واحد لاي مواطن. اللقاء ديالهم الا لاحظتوا القافله بالنسبه لها هي قافله عند واحد المسار على صعيد الجهوي، البارح كانت في عماره طنجه، اليوم في اقليم العرائش، غدا ان شاء الله في اقليم وزان، من بعد اقليم الشاوين، تطوان والحسيمه، باش كنديروا على الجهه كامله. ونفس العمليه دارت على صعيد الجهات على برنامجكم، كل شيء كانت الانطلاقه يوم واحد في الشرقش. اول محطه عندنا في اقليم العرائش هي محطه ديال الساحل، لان لما كتتميز به هذه الجامعه الاهميه، لان بالنسبه لنا حنا عندها واحد المجموعه ديال الخصوصيات، مجموعه ديال الوظائف، مجموعه ديال الامتيازات اللي خصنا نبرزوها، اللي خصها تعطاها الاهميه ديالها باش تكون واحد هذه الجامعه قاطره ديال التنميه للاقليم وللجهه وللوطن ككل. جينا لكم اولا باش ندير بان الاداره هي اللي كتجي عند المواطن، ما خصش المواطن هو اللي جاي، حنا خصنا نجيو عندكم، حنا بالاستماع ليكم، وحنا مستعدين باش نحلوا معكم المشاكل. نتمنى ان نسمعوا منكم اقتراحات، ان هذا الشيء يتدون كما قال السيد الرئيس اولا باش نحلوا واحد المجموعه ديال المشاكل حاليا اليوم، وغادي نخصوا واحد اللقاء عاوتاني ان شاء الله في شهر 9 خاص بالجامعه اللي غنكون في الاستغراق يوم او يومين باش نزيدوا نتمخوا في هذا الشيء هذا. ثانيا اطار اعداد واحد القانون خاص بالعالم القروي اللي غيستجب لكم، غيستجب للسكان. نعطيكم مثال، كاين واحد الانسان بيني عنده ولدو تزوج بهذه، ما يمكنش نحرموه، خصنا نلقاو معاه حلول باش نلقاو واحد الصيغه قانونيه. وفي نفس هو علاش كنفرضوا التصاميم؟ لان السلامه ديال المواطن، ما نبغوش نخلي واحد يبني بطريقه عشوائيه، لا قدر الله غدا ولا غدا يوقع شي مشكل وكيكون واحد النمط ماشي مزيان، واحد البيزاج، واحد ديال مظهر مظهر عمراني اللي كيكون مشوه، هادشي ما كيشرفكمش لا نتوما ولا الوطن ديالنا ولا التوعية، لأن كنا ولاد هاد البلاد، كنا عندنا غير على هاد الوطن، كنا عندنا واحد الحس الوطني اللي خصنا نوظفوه في إطار واحد العملية تأسيسية وواحد إطار عملية ديال التنمية اللي غتكون تنمية شمولية. دونك انا كان هاد المحطه ديال اليوم فيها جوج مراحل، المرحله الاولى غنسمعوا لكم كاملين، لكم الحريه انكم تحدوا وخرجوا داكشي اللي عندكم، حنا بحاجه نسمعوا لكم وندونوا الاقتراحات والاقتراحات، بغينا هاد الاقتراحات تعطونا المشكل وتعطونا الاقتراح. المرحله الثانيه اللي عنده شي مشكل في شي ملف معين مخصص، عنده شي رخصه دفعها توقفت له، عنده شي مشكل باغي عادي يحط شي بلان عنده، حنا هنا باش نجمع
نقلوا منكم للفل. القافلة هي عبارة عن مكتب مجهز، فيه الحواسيب، فيه لزورديناتور، فيه لزابريمونت، فيه الويفي، فيه كل شيء. اللي بغى شي نوطونسي من ورقه معلومات على شي بقعه اللي عنده، حنا هنا غنعطيو لكم يوما. هذا الشيء جينا حنا باش نمسدو لكم هذه الخدمه، واللي هي خدمه اللي كتقوم بها الوكاله على طول السنه. مي اليوم جينا باش اطار تحسيسي ونستمعوا، اللي عنده شي مشكل ولا شي ميل في الجرح، حنا راه هنا ان شاء الله. وشكرا لكم. شكرا سي ابراهيم. اهتمامات ووزارة، يعني اننا الان غادي نديرو ان شاء الله كسلطة كجماعة كوكالة حضرية. وبهذه المناسبة ما كنتيش باش نشكر السيد العامل السيد الكاتب العام الإقليم على الدعم المطلق ديالهما، أن كل ما حققنا من نجاحات هو كيرجع بفضل الدعم ديال السلطة على رأس السيد العامل والدعم ديال السيد الرئيس. حنا كما كتلاحظوا في الشعار ديال القبيلة، جينا عندكم باش نوجدوا معكم الحلول، حلول المشاكل ديالكم. الكل كيعرف ان المقاربة ديال العالم القروي راه ماشي المقاربة ديال المدينة، كاين اختلافات كبيرة، ما يمكنناش نطبقوا نفس المعايير ونفس القوانين على هاد المجالين جوج، ما يمكنش، لأن العالم القروي عنده خصوصيات ديالو، وأكثر من ذلك الخصوصيات كتختلف من منطقة لمنطقة، يعني حتى القوانين خاصها تكون على حسب كل منطقة وعلى حسب الساكنة وعلى حسب طريقة الحياة. الهدف شنو هو؟ نرقاو نحسنوا الوضعية ديال العالم القروي، نهيئوا له جميع التجهيزات وجميع الامكانيات باش يمكن الساكنه تكون في واحد الاطار، اطار اللي يكون مشرف واطار اللي كيتمنى لاي واحد لاي مواطن. اللقاء ديالهم اللي لاحظتوا القافله بالنسبه لها هي قافله عندها واحد المسار على صعيد الجهوي. البارح كانت في عماله طنجه، اليوم في اقليم العرائش، غدا ان شاء الله في اقليم وزان، من بعد اقليم الشاوان، تطوان والحسيمه، باش كنديروا على الجهه كامله. ونفس العمليه دارت على صعيد الجهات على برا مملكه، وكلشي كانت الانطلاقه يوم واحد في شهر 12. اول محطه عندنا في اقليم العرائش هي محطه ديال الساحل، لان لما كتميز به هذه الجماعه الاهميه، لان بالنسبه لنا حنا عندنا واحد المجموعه ديال الخصوصيات، مجموعه ديال الوظائف، مجموعه ديال الامتيازات اللي خصنا نبرزوها، اللي خصها تعطاها الاهميه ديالها باش تكون واحد هذه الجماعه قاطره ديال التنميه للاقليم وللجهه وللوطن ككل. جينا لكم اولا باش نبينوا بان الاداره هي اللي كتجي عند المواطن، ما خصش المواطن هو اللي جاي، راه حنا خصنا نجيو عليكم، حنا بالاستماع ليكم، وحنا مستعدين باش نحلوا معكم المشاكل. نتمنى ان نسمعوا منكم اقتراحات، ان هذا الشيء يتدون كما قال السيد الرئيس اولا باش نحلوا واحد المجموعه المشاكل حاليا اليوم، وغادي نخصوا واحد اللقاء عاوتاني ان شاء الله في الشهر 9 خاص بالجامعه اللي غنكون في الاستغراق يوم او يومين باش نزيدوا نتمخوا في هذا الشيء هذا. ثانيا اطار اعداد واحد القانون خاص بالعالم القروي اللي غيستجب لكم، غيستجب للسكن. نعطيكم بيت، كاين واحد الانسان بغى يبني، عنده ولدو تزوج بغى يبني، ما يمكنش نحرموه، خصنا نلقاو معاه حلول باش نلقاو واحد الصيغه قانونيه. وفي نفس هو علاش كنفرضوا التصاميم؟ لان السلامه ديال المواطن، ما نبغوش نخلي واحد يبني بطريقه عشوائيه، لا قدر الله غدا ولا غدا يوقع شي مشكل، وكيكون واحد النمط ماشي مزيان، واحد البيزاج، واحد ديال مظهر مظهر عمراني اللي كيكون مشوه، هذا الشيء ما كيشرفكمش لا انتم ولا الوطن ديالنا ولا التوعية، لان يعني كنا ولاد هذه البلاد، كنا عندنا غير هذا الوطن، كنا عندنا واحد الحس الوطني اللي خصنا نوظفوه في اطار واحد العملية التأسيسية، وواحد اطار عملية ديال التنمية اللي غتكون تنمية شمولية.
دونك انا كان هذه المحطه ديال اللغه فيها جوج مراحل، المرحله الاولى غنسمعوا لكم كاملين لكم الحريه انكم تحدوا وخرجوا داك الشيء اللي عندكم، حنا في حاجه نسمعوا لكم وندونوا الاقتراحات والاقتراحات، بغينا الاقتراحات تعطونا المشكل وتعطونا الاقتراح. المرحله الثانيه اللي عنده شي مشكل في شي ملف معين مخصص، عنده شي رخصه دفعها توقفت له، عنده شي مشكل باغي عادي يحط شي بلان عنده، حنا هنا باش ناخذ منكم الانفاق. القافله راه هي عباره عن مكتب مجهز، راه فيه الحواسيب، فيه لي زورديناتور، فيه لي زامبليمونت، فيه الواي فاي، فيه كل شيء. اللي بغى شي نوتونس من ورقه معلومات على شي بقعه اللي عنده، هنا غنعطيو لكم يوما. هذا الشيء جينا حنا باش نسديو لكم هذه الخدمه، واللي هي خدمه اللي كتقوم بها الوكاله على طول السنه. اليوم جينا باش اطار تحسيسي ونسمعوا اللي عنده شي مشكل ولا شي ميل فرش الجرح. هذا هو لقاء اولي باش تكون تاهما عندهم واحد الفكره على المشاكل اللي كيعيشها كعيشها الحلم القراوي جماعه الساحل. من بعد راه غتكون واحد اللقاء اخر مفتوح اللي غتطرقوا واحد المجموعه، غتطرقوا واحد المجموعه الحوايج في اطار القانون المعمول به ولا القانون اللي غادي يجي في المستقبل من اجل تسهيل المساطر ديال التعمير، وما يبقاش هذا الشيء هذا، لان هذا الشيء ما يمكنناش ننجحوا الا لما كان شيء مساهمه فيه ساكنه ديال المنطقه بالخصوص ديال الجماعه وكذلك الوكاله الحضاريه والجماعه، وبطبيعه الحال كذلك تدور السلطه المحليه حتى هي خاصها تكون فاعل معنا من اجل انجاح هذه العمليه. احنا عارفين المشاكل اللي كاينه في العقار الى غير ذلك، ولكن الوكاله راه خدات واحد البادره اللي هي مجموعه الملفات. مثلا كان واحد 8 الملفات عالقين حاولنا نعالجوهم مؤخرا، راه الناس ديالهم كلهم كاينه اللي جات بالرخصه وكاينه اللي باقي ما جاتش بالرخصه ديالو، ولكن الرخص ديالهم مقبولين. انتما ها السيد المدير هو حضر معنا في هذه القافله هذه، ومعه الاخوان من الاداره ديال الوكاله الحضاريه ديال المدينه ديال العريش، باش يعطيكم جميع المعطيات جميع الايضاحات. ولا كاين شي جلوس في واحد مجموعه ديال قضايا ديال البناء غادي يجي يوضح لكم السيد المدير. الحمايات اللازمه لان هادشي كله خصنا ندونو، نكون عندنا لان نرفعو الاخوان ديال الوزاره باش يعطيونا هاد الاقتراحات ديالكم والحلول هي اللي يعتمدوها ان شاء الله في تفسير المساطر المقبله. الحمايات اللازمه لان هادشي كله خصنا ندونو، نكون عندنا لان نرفعو الاخوان ديال الوزاره باش يعطيونا هاد الاقتراحات ديالكم والحلول هي اللي يعتمدوها ان شاء الله في تفسير المساطر المقبله. وشكرا جزيلا الاخوان. دابا او من ناحيه التعميريه اليوم نناقشوها، وغادي نوضعوا هذا الشيء كله في واحد الخانه ديال ان كل تدخل يكون على حيله. حنا اليوم جينا نسمعوا لكم، جينا نتعاونوا معكم، واني نتوما الله يعطيك الخير الا كان بالامكان اي واحد غادي يديك التدخل ديالو او غادي يعطي شي ملاحظه او اقتراح يعطي الاسم العائلي ديالو واسم الدوار اللي كيرطن به والمكان ديال فين غادي يكون، واخا ما يكونش في الدوار غادي يبني، يمكن يبني في المركز او خارج المركز، يعطينا جميع المعطيات اللازمه لان هادشي كله خصنا ندونوه، ويكون عندنا لان نرفعوا للاخوان الوزاره باش يعطيونا هاد الاقتراحات ديالكم والحلول هي اللي يعتمدوها ان شاء الله في تفسير المساطر المقبله. وشكرا جزيلا للاخوان. دابا السيد المدير بوسليخان محمد رئيس مديريه التحقيق الحضاري للشؤون العقاريه بالوكاله الحضاريه للعريش وسط. واي واحد بغى ياخذ هذا حنا الميكرو نعطيوه له ويتدخل، حنا ندونوا ويمشي للقافله تما الاخوان تما اخصائيين في المجال على حسب التدخل ديال كل واحد. انا غادي ندخل للقافله وغايشوف مع الملف والاشكاليه وحنا غادي ندونوا مع تما اذا كان بالامكان شكون غادي يكون بلاتي. الله يعطيك الخير. ناخذوا اون نوت للسيد الرئيس او من ناحيه التعميريه اليوم نناقشوها، وغادي نوضعوا هذا الشيء كله في واحد الخانه ديال ان كل تدخل يكون على حيله. حنا اليوم جينا نسمعوا لكم،
جينا نتعاونوا معكم وين نتوما الله يعطيك الخير الا كان بالامكان اي واحد اللي ديك التدخل ديالو او عاد يعطي شي ملاحظه او اقتراح يعطي الاسم العائلي ديالو واسم الدوار اللي كيقطن به والمكان ديال فين غادي يكون واخا ما يكونش في الدور غادي يبني يمكن يبني في المركز او خارج المركز يعطينا جميع المعطيات اللازمه لان هادشي كله خصنا ندونوا ويكون عندنا لان نفعوا للاخوان في الوزاره باش يعطيونا هاد الاقتراحات ديالكم والحلول هي اللي يعتمدوها ان شاء الله في تفسير المساطر المقبله ويتدخل حنا ندونوا ويمشي للقافله تما الاخوان تما اخصائيين في المجال على حسب التدخل ديال كل واحد انا غادي ندخلوا للقافله وغايشوفوا مع الملف والاشكاليه وحنا غادي ندونوا مع تما حتى اي ظرف يمكن تهضر مع المواطن بهذه اللغه هذه شحال تقول له قول له يعني كنت دائما في التاريخ مع هذا الرسول كتخسر دابا ملي جينا هنايا في هذا الخير 20 عام ما عندكش حق تخسر ما عندكش حق تبني اذا هذا ماشي شيء اخر يعني تقريبا يعني هذا الساحل فيه تقريبا 500,000 في المحكمه 500,000 هذا الشيء ديال المخالفات اشنو المسار ديال هذه الملفات بالنسبه للوكاله وبالنسبه للمجلس شنو غدار هاد الناس باش تصوروا الوضعيه ديالهم واش هي دابا اصبحت يعني غير ممكنه هذا مشكل عويص المشكل ديال التقسيم ديال التقسيم مثلا اخر شرا 1400 مخا كانوا عوانين برمجين باش يبنيو بجوج بيهم دابا ملي جاو يبنيو قالوا لا ممنوع تقسم ما عاد تقسمش هذه 4 سنين والسيد طلع هو حنايا ما يقسمش كاين المشكل ديال المنصه هذه المنصه هذه دارت بالنسبه للوكاله الحضريه رفعت التكلفه من 3000 درهم الى 40000 درهم 40000 درهم اللي بغى يبني 200 متر خصو 40000 درهم اللي بغى يبني 100 متر خصو 35000 درهم اشنو هذا الكارثه هذا انا بغينا نشوفوا هذا الشيء مع الوكاله وكنتمنى هذه الارضيه هذه اللي غتخلق اللي برمجها الدوله باش تغير من هذا القانون هذا تاخذ بعين الاعتبار الوضعيه العقار في العالم الثانوي لانه عقار غير صافي تاخذ وضعيه العقار في المتدخل لان كاين الاراضي الجماعيه وكاين الاراضي ديال الخواص تاخذ وضعيه العقار اللي ما عندوش المصدر ولكن مولاه ساكن فيه اكثر من 100 عام 100 عام هو ساكن ولكن ما عندوش المصدر ما عندوش باش يقول بان ديالي هو ساكن يعني هذه مشاكل سميتو ديال هذا ديال الامن الخزانيه ديال الغابه هذه الغابه كلها كتهضر الرويف مثلا حمود الكره الطلبه يعني سير القريم دا سير الدور كلهم هذو المياه والغابات كتدعي بانها ارضها يعني كتدعي بانها ارضها ماشي ارضها وانما كتدعي بانها ارضها الناس ساكنين كاين اللي عنده 50 عام ساكن يعني باش يجي دابا كما قال لك السيد ساكن هو ولده مغطي هنايا خصو يدير له يعني الحق لمده يسكن يعني ما عندوش الوسيله كيفاش يدير هذه الاشياء اللي بغينا نطرحوها معكم نطرحوها انتم في اطار المشروع اللي طرحناه مع الدوله باش تاخذ بعين الاعتبار المشاكل ديال العام القروي راه ماشي هي المشاكل ديال الدار البيضاء ماشي هي المشاكل ديال طنجه ماشي هي المشاكل ديال العريش وشكرا لكم اولا بالنسبه للرخص دوار قرنده يعني حنا كاين برنامج ديال اعاده الهيكله هاد الفتره اللي كاينه من دابا الى اعاده الهيكله شنو يعني شنو خصو يدير علاش الناس ملي كيقدموا الطلب ديالهم كيصدروا دعوة انه خصو يكون عنده يعني اكثر او لا اقل عدد واقف من الناس اللي عندهم 700 800 شنو المصير ديالهم بغينا نعرف واحد شنو التصور قبل ديال هاد المده هادي من هنا لاعاده الهيكله واش كاين شي تسهيلات لهاد الناس واش كاين شي يعني مسطره تكون يعني في المتناول ديالهم جميعا لان اصلا دوار قرنده في كثافه كبيره الناس كتعاني النقطة الثانية هو برنامج الأوراس ديجا شرتي للرئيس بالنسبة للناس اللي كيحيدوا هاد الزروبة يعني ما يمكنش أن واحد زعما يبقى الدار ديالو لا حائط ولا يعني حاليا أنت من هاد النقطة كنشكرك على تكون التسهيلات إن شاء الله وعندي النقطة ديال المخالفات شنو المعيار اللي كيعتمدوا عليها مثلا واحد بيت أو كوزينة في السطح جاتو مخالفات من 1,100,000 درهم واحد من الفونداسيون عنده 3,000 درهم 3,500 وشكرا ان نعم ودابا ملي كات
كتحطموا كتحطم هاد الحاجز. المسائل ديال الصوت دابا اللي كيذكروا عليه الاخوان سيد عامل بكل بساطه هضر مع السيد حمايه السيد الرئيس قال له دي هذيك الهنديه وداك الشيء باقي ما جاتش هاد الفيروس هذا قال له حيدوا ديك الهنديه راه شاده 500 متر قافله غير الطريق وعطيو للناس 500 درهم وعطيو للناس يديروا الصوت. السيد الرئيس المجلس السابق فهمتي حنا اليوم حنا وصلنا لهذا اليوم حتى اليوم هي 2022 حنا كاينة الوضعية كتختلف كما قال الرئيس الوضعية كتختلف حسب دوار كاينة الدوار اللي عنده التحفيظ عندهم الأملاك عندهم كذا عندهم كذا حنا بالنسبة لنا عندنا وثائق إدارية وثائق بالحدود مثلا عندهم ما توثق بالحدود عندنا مثلا انسان كيدخل الضو كيدخل عنده وثائق عنده مسائل ما عندناش شيء نقولوا حنا الملكيه حنا ارض دوله واحد المنطقه جينا بواحد الوضعيه جات واحد الوضعيه حنا حتى سميتو المدرسه باش بديناها بنينا واحد القسم المدرسه راه كان واحد الترافع على مستوى عالي باش نرخصوا باش نديروا من حقنا باش نديروا مدرسه وحنا فواحد الدوار كيقولوا له ديك الكره دوار دوك على جامع الساحل منحاصرا بلوتوروت وبدي جي في اش باقي ما بقينا عاد نقولوا حنايا يا الغابات ولا الاملاك ولا هذه حنا اصلا منحاصرين هاد الوضعيه هذه كتشفع لنا باش شفاء المواطن باش انه خصو باش يحصل على الكرامه ديالو الكرامه ديالو هو ما عندوش طريق ما عندوش الماء ما عنده وحنا نزيدو نقولوا راه خصو يدير الملكيه ولا خصك تجيب شي راه صافي راه منحاصر غير رب الله يجازيكم بخير خصنا كنطلبوا بالتبسيط المصلحه تسهيل المواطن باغي يبني باغي يعدل ولكن راه كيقول لك سير هذا سير باش تطلب اللجنه تجيب المياه والغابات وتجي الاملاك وتجي الحباس وتجي هذه وتجي هذه راه حتى تقوم الساعه وما غادي يدير والو ولهذا كيلتجا المواطن شنو هو كيلتجا للبناء العشوائي مضطر كيقول لك ها هو مشاو الناس للمحاكم الناس خلصت والناس راه باقا في المحاكم راه مضطر هنا لان ما كاينش حلول حنا كنطالبوا اخوان اللجنه السيد المدير والسيد الرئيس والسيد عامل حلول بالنسبه للعالم القروي وبالنسبه للخصوصيات ديال الدوار كل دوار على حسب حيده وشكرا سيد المره محمد باش كنهضر لك انا من 2018 بقى مشيت للعمل العمل بقى واحد شويه مقعد ما نتسنى حيت ما يمشي ويجي راه تيولى المخدم ما عندوش الوقت باش غادي سميت ديالك سميت ديالك شمن دوار دوار مقارجه ما كاينش اللي ما كيتسبرش واحد التسهيلات باش هذيك انت خدام ما عندكش ديك الوقت هذا الوقت 3 ايام ولا 4 ايام بقى تابع انت واحد اولا سيمانه هو مصاب 3 ايام 4 ايام سيمانه والو مشينا بنينا من راسنا مساحه 70 متر ديال الارض ديال الارض الارض كامله عندي ديك الشهاده تقريبا نقول لي غير تقريبا وصافي لا ساهمني الشهر ما عرفناش ماشي حنا تركيا ديال الارض خاصنا ناخذ شي حق خصهم الميراث اسمنا 120 متر طول دابا هو السي مخسر المشكل اللي عنده راه عندنا ولا عفا الله عطاه فهمتي راك صافي بغيت انك موضوع مخالفه انت عندك موضوع مخالفه ما كاينش تسهيلات الرئيس لا كانت تسهيلات كانت تسويه راه كاينه وخا مثلا كتبوا به كانت في واحد العامين راه كانوا دايرين واحد هذاك وقدم سي مخسر جات اللجنه عند الزمان اليومين وشافوا لك الشيء وعندهم شحال من مرات عندي رخصة واحد 06 06 06